في دمشق ينضم إلينا ياسر الدوماني الناطق باسم الهيئة السورية للإعلام من ريف دمشق. ياسر، كيف تبدو الصورة لديك الآن؟ مساء الخير. تطورات ميدانية متلاحقة في دمشق وريفها، أبرزها حي جوبر شرقي العاصمة الدمشقية الذي تدور فيه اشتباكات ومحاولات للتقدم لقوات النظام. سقط صاروخي أرض اهتزت على أثرهما الأحياء المجاورة، هناك قصف متواصل، هناك محاولات لاقتحام الحي شرقي العاصمة الدمشقية، أيضا هناك اشتباكات متقطعة جنوبي العاصمة الدمشقية في كل من مخيم اليرموك وحي التضامن، وقصف على أحياء في العاصمة الدمشقية وخرق للهدنة. فقوات النظام خرقت الهدنة في بيت سحم جنوبي العاصمة الدمشقية وقامت بقصف المنطقة، سقط على أثر القصف شهيد وعدد من الجرحى. أيضا نتكلم عن مناطق أخرى تعرضت للقصف ولا سيما الغوطة الشرقية، فعدة غارات جوية كانت نصيب كل من الشبعة وزدين في الغوطة الشرقية، سقطت عدة صواريخ أرض على أطراف مدينة دوما، سقطت عدة قذائف هاون على مدينة دوما. أيضا هناك اشتباكات على أطراف عربينا الثروات الأساسية. نتكلم أيضا عن الريف الغربي، فتطورات ميدانية متلاحقة أبرزها 7 غارات جوية على خان الشيح أدت لسقوط عدد من الجرحى. نتكلم أيضا عن إصابة أطباء وممرضين قبل قليل جراء استهداف طائرات النظام للمشفى، مشفى الشهيد زياد البقاعي الميداني، أدى لسقوط جرحى من صفوف الأطباء الذين يحاولون إنقاذ الجرحى بعد كل غارة من قوات الأسد. أيضا سقط برميل متفجر على مزرعة في بيت جن أدى لقتل أسير من قوات الأسد كانت تأسره الثوار في المنطقة. أيضا طيران مروحي ألقى عدة براميل متفجرة على سعسع غارات على مزارع خان الشيح وقصف على معظمية الشام ودارية. أخيرا الوضع الإنساني متردي، نحن نتكلم عن وضع إنساني متردي في الغوطة الشرقية مع استمرار حصار قوات الأسد لمناطق الغوطة الشرقية لجنوب دمشق، نقصان في المواد الطبية، نقصان في المعدات، نقصان في المواد الغذائية، ونقصان في المياه للشرب. أطلق الناشطون حملة أطلق عليها فك الحصار عن الغوطة الشرقية. طيب ياسر، يعني هذه الحملات التي يطلقها الناشطون لإنقاذ مناطق الغوطة المحاصرة والإنقاذ أيضا المناطق الواقعة في جنوب العاصمة دمشق، وخاصة مع انقطاع المستمر للمياه وأيضا فصل الشتاء البرد القارس الذي يعانيه المحاصرون هناك، لا يوجد أي استجابة لهذه النداءات؟ وهل تواصلتم مع أحد في الائتلاف الوطني أو في الحكومة المؤقتة؟ نعم، الحملة أطلقتها تنسيقية ثوار دوما، تنسيقية دوما البارحة. هناك تواصل مع كثير من المنظمات، مع الائتلاف السوري المعارض، وقبل حوالي شهرين أطلقنا بيان الغوطة منطوبة من كافة الفعاليات التعليمية الإغاثية، لكن لا يوجد أي استجابة ولا تنفيذ للقرارات الأمم المتحدة. طالبنا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل كافة مسؤولياتهم الأخلاقية القانونية لحماية المدنيين وإدخال الغذاء. إلى الآن لم يدخل شيء منذ شهرين إلى اليوم، استمر الحصار وأيضا زاد، وهناك حالات وفاة في الأسبوع الماضي، حوالي 3 أطفال في مدينة دوما وأطفال آخرون في الغوطة الشرقية جراء نقص الدواء والغذاء. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. ياسر الدوماني الناطق باسم الهيئة السورية للإعلام، كنت معنا من ريف دمشق.